اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج من سيربح المليون الا ربع. معي اليوم الاستاذ امير. استاذ امير فيني احكي معك بالمصري؟ ايوه كلمني مصري كده عشان نفهم بعض. انت وصلت لسؤال المليون الا ربع. انا مستعد لكل الاسئله. السؤال هو البقاء لمين بالضبط؟ الاقوى، الاصلح، الانجح، الاروش. بصراحه سؤال صعب ويمكن صعباني شويه بس هجاوب. خليني افكرك ان باقي معاك وسيله مساعده واحده وهي الاتصال بصديق. ها ناوي تعمل ايه؟ انا كده هستخدم وسيله المساعده. هتتصل بمين؟ هتتصل بصديقي مجدي. مساء الخير استاذ مجدي. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ لا مجدي مش وقت النوم، في مليون الا ربع بيضيعوا مني. استاذ امير معاك 30 ثانيه من اول ما تقرا السؤال. اتفضل. بقول لك يا مجدي انا مش لسه مليك، السؤال عندك والاربع اجابات اختار لي يلا الصح. انا مش شايف حاجه للاسف من الاجابات. صحوره نطار بابا. بسرعه بسرعه الوقت. استنى يا امير جوجل بيحمل. جوجل هشوف. يا جماعه تعال الاتصال. لا ما تطفوش يا جماعه المكالمه. جوجل احنا هنهزر؟ لا ده جوجل مابس. مفيش الكلام ده. ضيع الفلوس الغبي. خلاص قول اي حاجه رزقك على الله. بص بصراحه مش عارف بس زي ما تيجي تيجي اختار الاقوى. كان بايدك تختار الاصلح بس انت اخترت الاقوى. انا عارف الاجابه الصح ولا حاجه من دول. امال ايه الاجابه الصحيحه؟ للاسف وقت البرنامج انتهى. حلقه مين اللي خلصت؟ انا مش همشي من هنا الا لما اعرف البقاء لمين بالظبط. الحقيقه ما اعرفش البقاء لمين. خلي الدحيح يقول لنا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد، الحياة قاسية علينا كلنا، الناس بتاكل بعض، وعلى رأي الزميل محمد رمضان البقاء للأقوى، وده برضو رأي الزميل عالم الأحياء صاحب كتاب أصل الأنواع اللي الناس ما بتحبش تقول اسمه، فإحنا خلينا ناخد له اسم مستعار هنسميه داروين. طول الحلقة هنقول عليه داروين مش هنقول اسمه الحقيقي. شايفك هنا أيها المشاهد بتنظر لي باستخفاف شوية، تقول لي معلش يا أبو حميد مفهوم البقاء للأقوى ده مش صح وداروين ما قالوش، وهتقول لي ان المقوله دي منسوبه بالغلط للزميل اللي احنا سميناه داروين. البقاء تقول لي يا ابو حميد مش للاقوى ولا حاجه، البقاء للاصلح. الحقيقه موضوع البقاء للاقوى بدل البقاء للاصلح ده ممكن يكون مشهور عندنا احنا في ثقافتنا الشعبيه بسبب غلطه في الترجمه، لكن خليني اقول لك ما دام بتستعرض معلوماتك عليا فانا كمان هستعرض معلوماتي عليك. وخلينا اسالك، هل فعلا البقاء للاصلح، بل خد السؤال ده، هو البقاء لمين بالظبط؟ سنه 1866 بعد نشر داروين كتابه اصل الانواع On the Origin of Species، عالم الاحياء الفريد راسل والاس وصديق داروين بعت له انه قرا تعبير كويس اقتصادي هربرت سبنسر استخدمه في كتاباته بعد ما قرأ كتاب داروين نفسه وتأثر بيه. التعبير ده كان البقاء للأصلح Survival of the Fittest. ألفريد نصح داروين يستخدم التعبير ده في النسخ الجديدة من كتابه، وده فعلا اللي حصل بداية من السنة الخامسة سنة 1869. لكن معلش يعني هو يعني ايه البقاء ويعني ايه أصلح؟ أنا هقول لك الإفيه اللي أنت نفسك تقوله، أصلح ولا بشعر. المهم كل مرة الكائنات الحية بتتكاثر عقبالك بيجي للدنيا جيل جديد بيحمل خلطة من الصفات الوراثية من الجيل اللي قبله، بيحصل انتخاب أو انتقاء من بين الصفات القابلة للتوريث ما بين الأب والأم، بحيث تنتقل الصفات الأفضل أو السائدة ما بينهم للجيل الجديد. كل مرة بيحصل تنوعات للصفات اللي هتتنقل، أحياناً بيحصل فيها طفرات بالصدفة، فالجيل الجديد يكتسب صفات مش موجودة عند الجيل اللي قبله، وده بيخلي فيه تفاوت واختلاف في فرص نجاة الأجيال الجديدة في البيئة اللي عايشة فيها. نفترض عندنا جيل من الأرانب السوداء عايشين في منطقة فيها تلج، جميل؟ هذه الأرانب تكاثرت وخلفوا عيال، في منهم عيال لونها اسود، وفي منهم عيال عندها طفره جينيه بتخلي لون الفرو بدل ما يبقى اسود يبقى لونه ابيض. دلوقتي عايزك تتخيل معايا احنا في بيئه فيها تلج، فيها ارانب سوداء وارانب بيضة. تخيل معايا دلوقتي ان هناك مفترس، المفترس ده ماشي وبيدور من فوق، اسهل عليه انه يشوف الارانب السوداء وبالتالي ياكل الارانب السوداء، وبالتالي الجينات اللي بتخلي الارانب دي سوداء تختفي، صفه ان الارنب يبقى اسود يختفي لان المفترس بيلاقيه فبيمحيه. ولكن فرص الارانب اللي لونها ابيض اللي عندها الجينات اللي بتخليها لونها ابيض اعلى في النجاه. ليه؟ لان لونهم نفس لون التلج، دي طفره خلت من
الصعب على المفترس انه يحدد مكانهم بسهوله، وبالتالي الارانب دي عندها فرص احسن انها تتكاثر وتودي الجينات اللي بتخلي فروها ابيض، فيبقى جيل ورا جيل ورا جيل الارانب اللي عايشين في المنطقه دي بقى لونهم ابيض. الارانب عزيزي المشاهد تطوروا، هو ده الناتشورال سيليكشن، حاجه عظيمه، فكره عظيمه وجباره ثوريه جدا. هو ده الايفولوشن، التطور، الافراد المناسبه اكتر لبيئتها. خد بالك من الحته دي، للبيئه بتاعتها. يعني لو احنا كنا عايشين على ارض لونها سودا، كانت الطفرات اللي بتخلي الارانب فروها ابيض هتخلي الارانب تختفي. على حسب البيئه، اللي مناسب اكتر فرصه في النجاه اكبر، وهينجح اكتر في نقل جيناته للجيل الجديد، والجينات دي هي اللي هتسود، ويبقى فعلا البقاء للاصلح. واحد يقول لي يا ابو حميد طب انا قلت كده، فين المشكله؟ خليني اقول لك انه لا، تعبير البقاء للاصلح ممكن يكون في مشكله. هعدل على داروين دلوقتي. الحقيقه وقت كتابه داروين البقاء للاصلح كانت الجمله مفهومه في السياق اللي اتقالت فيه، وما كانش في مجال كبير لسوء فهمها من اي حد، خاصه انها ما كانتش عباره دارجه بين الناس العاديه وبتتقال بقى في اغاني وبتتقال في مش عارف ايه ومسلسلات زي دلوقتي، بتتقال بس في اوساط علميه فاهمه داروين قصده ايه وبيتكلم على ايه، عكس دلوقتي الناس كلها بتتكلم في الموضوع وكل واحد ياخد نظريه يعدل عليها شويه وينسبها لداروين، والكلام بقى مختلف عن المعنى الاصلي، وهو ان البقاء للافضل ما بين كل التنوعات الموجوده في كل جيل جديد. كل حاجه مش الافضل تختفي من نفسها، الاقوى والاسرع والاكفأ بس هو اللي هينجو، والباقي كله هيموت، والطبيعه تكون مكونه من الاصلح بس من كل نوع. ده مش حقيقي. ايه 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 ثواني بس يا ابو حميد، ده مش حقيقي. ايه ايه يا ابو حميد انت بتقولها تاني؟ مش بالظبط، انا داخل في صدام مع داروين. عزيزي المشاهد، هي مش مسابقه، ومش كل اللي ما طلعش الاول هيموت. عشان كده معظم علماء الاحياء المعاصرين بطلوا استخدام عباره البقاء للاصلح وهما بيتكلموا عن الانتخاب الطبيعي. الحقيقه هي ان البقاء للكويس بما يكفي، الجود انف، سيرفايفل اوف ذا جود انف، يعني مش لازم اللي يجيب 100%، اللي هيعدي 70% تمام، زقه معانا هيكمل شويه ناجح. الطبيعه كده، الطبيعه زي ثانويه عامه، انت بس محتاج تعدي درجه النجاح، مش لازم تبقى احسن واحد. يعني مثلا صفه زي السرعه مش لازم تبقى اسرع واحد، بعد حد معين من السرعه انت تمام، وحاجه زي القوه مش لازم تبقى اقوى واحد، بعد حد معين من القوه انت تمام، وهكذا. بل احيانا اللي بيفضل هو اللي صفته اقل من درجه معينه، يا نهار ابيض، اللي يجيب اقل من الدرجه دي ممكن ينجح. خد مثلا القوه كمثال، مش ضروري القوه من ناحيه تكوين العضلات تكون ميزه نسبيه للنجاه، ممكن الكائن الحي محتاج يكون اسرع او اخف في الحركه، فكر فيها، كتله عضليه كبيره هتخليه ابطا. ومش بس القوه عزيزي المشاهد، فرط الحركه ممكن يبقى مضر. عندك مثلا التمساح كمثال، ظهر وقدر ينجو لمده 80 مليون سنه وهو من ذوات الدم البارد. احد اكتر الصفات اللي ساعدته على البقاء هو انه بيحتفظ بطاقته. امال بيطلع لهم ايه؟ الباسبور. المهم التمساح ما بيتحركش الا في اقل الحدود، طول اليوم قاعد في الظل لو الدنيا حر، وقاعد في الشمس لو الدنيا برد. مش عارف ليه عزيزي المشاهد شايف مستقبلي جدا في التمساح، انا عايز ابقى تمساح في كل حاجه باستثناء ان هو بياكل 50 وجبه بس في السنه. 50 وجبه؟ ده انا باكل 50 وجبه في الاسبوع، وده لانه بيستهلك طاقه قليله جدا. على العكس بقى لو كان فرهود وبيتحرك كتير وسريع ما كانش وفر طاقته. فهنا السرعه في الحركه بشكل عام والافراط فيها مش ميزه قوي. ومش بس كده، احيانا النجاح في الامتحان بيكون لو جبت درجه معينه بالظبط، لا اعلى منها ولا اقل. ممكن يبقى عندك صفه لو زادت شويه واتطورت تبوظ حاجه تانيه، ولو قلت تبوظ برضه حاجه تانيه. حيوان زي الفهد مثلا، طبعا اول ما بجيب سيره الفهد بتفكر في السرعه، انه بيجري بسرعه جدا، بسرعه بتوصل ل 112 كيلومتر في الساعه واحيانا 120. خلينا نفكر كده، لو كان الفهد اطرافه اطول شويه كان هيبقى اسرع مما هو عليه، بس لا، الاطراف دي لو طولت ممكن تبقى اكثر هشاشه وعرضه للكسر. دايما كده زي ما تقول في ميزان، العظم يكون اطول واسرع بس هش، ولا اقصر وابطا شويه بس امتن. وبنفضل كده لحد ما يحصل اتزان دقيق بين الصفتين، وعلى مدار الاجيال توصل لطول العظمه المناسب لبيئه الفهد، الطول اللي يديله السرعه اللي هو محتاجها وفي نفس الوقت المتانه اللي هو محتاجها. يبقى كده عندنا فهد جايب الدرجه المناسبه، لا اقل ولا اكتر، لا اقل وسائط ولا اعلى وغاشش. الطبيعه عزيزي المشاهد ممكن في اي وقت تسحب ورقه الكائن، مفيش يلا امتحان ليك امشي. خلي بالك عزيزي المشاهد، كل الكلام اللي فات عن البقاء مش المقصود بيه بقاء الكائن الحي ذات نفسه. خلينا ناخد مثلا مثال عن فهد اللي اسمه محسن. احنا مش عايزين محسن الفهد هو اللي يعيش، طبعا ربنا يطول في عمره، ولكن احنا عايزين جيناته، جينات محسن، او لو الفهد اسمه صدقي جينات صدقي، او لو الفهد اسمها عزه تبقى جينات عزه، او لو انا متجوز عزه تبقى جيناتي انا وعزه.
المهم جيناته السوفت وير بتاعه، وطبعا كل ده بيحصل بشكل طبيعي او كان بيحصل بشكل طبيعي لحد ما الارض جالها الانسان يعيش بقى ويتطور زي باقي الكائنات كده، ياكل ويشرب وخلاص ويتكاثر. لا ده قرر يتدخل ويغير تطور الكائنات. الانسان قرر يتدخل ويعدل كمان. اقصد ايه؟ استنى اجيب خياره متعدله وارجع لك ايها المشاهد. عزيز المشاهد، الانسان ما يتوصاش كل ما يشوف حاجه بتحصل في الطبيعه لوحدها يحط صباعه، يا حبيبي دي مروحه، لا يحب يحط صباعه ويعدل فيه ويفكر ازاي يستغلها ويعدلها لمصلحته. وبعد ان كان الاول الانتخاب الطبيعي الناتشورال سيلكشن، البيئه هي اللي بتحدد مين جيناته هتكمل. زي ما شفنا البيئه اللي كانت كلها تلج اتحكمت في ان الارانب اللي فروها ابيض هي اللي تكمل البيئه، لكن دلوقتي ظهر الانتخاب الصناعي الارتفيشال سيلكشن، الانتخاب الصناعي او السيلكتيف بريدنج، ان احنا نختار المجموعات اللي فيها الصفات اللي احنا عايزينها نجوزهم لبعض، فبالتالي نكتر من الجينات دي. والكلاب خير مثال على كده، والفاكهه والخضار، شوف حلقه التفاح وخيار. ودي حاجه بيعملها الانسان من بدايه تاريخه حتى بدون تخطيط، من ايام ما كان الانسان بيجوب الارض وجرب يشارك بقايا اكله مع الذئاب اللي حواليه اللي كانت اقل عنفا من باقي الذئاب. فالذئاب دي مشيت ورا الانسان عشان بقايا اكله واتجوزت من بعض، فنسلها من الذئاب بقى اقل عنفا اكتر واكتر لحد ما الانسان تدخل في جوازهم من بعض عشان الصفات اللي هو عايزها هي اللي تسود، فيجيب مثلا ذئب سريع وذئبة سريعة فيقوم يجوزهم البعض عشان يجيبوا ذئاب سريعة لأن هو عايز يصطاد. مثلا عايز ذئب شكله حلو فيجيب ذئب شكله حلو وذئبة شكلها حلو ويجوزهم لبعض، فالجينات بتاعة الحلاوة تنزل للجيل اللي بعده كده. وهنا وبالانتخاب الصناعي ظهر نوع جديد كليا، كائن ما كانش موجود قبل كده اصلا، الكلاب. ودي تقدر تشوفها في حلقه كيف بدا الكلب. ودلوقتي الموضوع بيحصل بشكل ممنهج ومقصود، زي ان الحيوانات اللي بناكلها مثلا نخلي لحمها اكتر ونموها اسرع، ونباتات زي الذره تكون هي كمان مناسبه للاكل من ناحيه الحجم والطعم. وشوف الذره زمان كان عامل ازاي، وده زي ما البيروني العالم الاسلامي الكبير نفسه ما كتب من حوالي 1000 سنه. ومش بس كده، بعض انواع التعديلات بتحصل لمجرد الشكل والاقتناء. انواع كتير من الكلاب غريبه الشكل اللي بنشوفها كانت غالبا مش هتبقى موجوده بالشكل ده بالانتخاب الطبيعي. احنا كمان ما اكتفيناش باننا نخلي الحيوانات تتجوز بشكل طبيعي، مفيش وقت لدلع العيال والكلام الفاضي ده، هنقعد نستنى ما يرتبطوا ويعملوا مش عارف يعجبوا بعض، الحب ده حبيب بتاع العيال التوتو، احنا هنتجوز وبعد كده نتفاهم. احنا اصلا دخلنا على التلقيح الصناعي على طول، ناخد الحيوانات المنويه من الذكر اللي فيه الصفات اللي احنا عايزينها ونحطها بشكل مباشر في الانثى، دواجن ومعيز وخرفان وغيره. احنا لسه هنستنى، عايزين ناكل، شايفنا تماسيح، كنتاكي طالب اوردر بمليون فرخه، لسه قاعد استناهم ما يتجوزوا ويحبوا بعض. مفيش وقت. قد يخطر في بالك عزيزي المشاهد سؤال مهم، هل ما زال البشر بيخضعوا للانتخاب الطبيعي؟ معلش يعني طول التاريخ كانت الصفات الوراثيه السيئه بتقلل فرصه حاملها في النجاه، فلما هو وغيره من حاملينها يموتوا بيخرجوا بره الجين بول. الجين بول اللي هو ده جينات البشر كلها، فبيخرجوا بره. طالما مات جيناته ماتت معاه، خلاص يلا مع السلامه جينات، باي باي هتوحشينا، وتستمر على الجينات اللي موجوده لعبه البقاء. عالم الجينات البروفيسور ستيف جونز من جامعه لندن بيقول ان وقت شكسبير كان تلت المواليد الانجليز بس هو اللي بيكمل لسن ال21، دلوقتي 99% منهم بيكمل عادي ويمكن يعدي ال21. حاليا البيئه اللي عايش فيها الانسان بقت سهله، ما فيهاش مخاطر حقيقيه زي اللي قابلت الجنس البشري قبل كده في الجزء الاطول من تاريخه. ده غير ان اي عيب وراثي او اي صفات غير مناسبه للبيئه العلم والطب بيلاقوا طريقه للتعامل معاها، وفي الغالب الصفه دي مش بتادي لموت صاحبها. فهل ده كده معناه ان الانتخاب الطبيعي بطل يشتغل، ان انت عادي يكون عندك صفات مش مناسبه وتعيش وتكمل وتخلف والصفات دي تتورث للاجيال اللي جايه، ويبقى عندنا اجيال كامله عندها صفات مش مناسبه ومع ذلك عايشه ومكمله؟ الله، امال كده البقاء هيكون لمين؟ مين اللي هيكسب في المعركة دي؟ الحقيقة إن العلم فعلا بيتطور كل يوم، قد نكون تجاوزنا مرحلة الانتقاء الطبيعي أو على الأقل قللنا شوية منها، بل إننا كمان قدرنا يمكن نتجاوز مرحلة الانتخاب الصناعي وبدأنا نعدل بنفسنا في الجينات مباشرة، نعدل السوفت وير بتاعنا كأنه كود برنامج ونوصل لنتائج ما كناش نقدر نوصل لها بمجرد الانتخاب. بنعمل ده في الحيوانات والنباتات وفي حالات بسيطة في البشر، ويمكن بعد كده الموضوع يعمم على كل البشر. في النهاية ممكن نعتبر الانتخاب الطبيعي سنة من سنن الله في الأرض، الطريقة اللي بيتطور بيها كل شيء لحد ما يوصل لطبيعته دلوقتي ويتطور أكتر في المستقبل. زي كده أنا اتطورت عن الحلقات اللي فاتت وهتطور الحلقات الجاية، اتطور أنت كمان وشوف المصادر واشترك على القناة. عزيزي المشاهد والله العظيم لا أرزعك جين أخليك عايش طول عمرك بتبص على المصادر. هي داروين مين كسب ناو؟ مين هيحط له تمثال في الناتشورال هيستوري ميوزيوم في اليوكي؟ وأوجه رسالة للملكة الإنجليزية أقول لها لو سمحتي شيلي تمثال داروين من متحف التاريخ الطبيعي وحطي تمثال.